بسم الله الرحمن الرحيم، مع حضراتكم هيثم شرف. هنتكلم في الحلقة دي على الـ Exchange 2010 System Requirements and Prerequisites. ايه اللي انا محتاجه عشان اقدر انزل Exchange، سواء Hardware Requirements او Software Requirements، وايه الـ Prerequisites اللي انا اقدر اعملها عشان يبقى عندي Exchange 2010 organization. طيب الهاردوير ريكويرمنتس اللي انا ايه محتاجها، نمره واحد، من اول اكتشينج 2007 ببقى محتاج 64 بت بروسيسور، سواء انتل او اي ام دي. يبقى اول حاجه لازم يبقى عندي بروسيسور 64 بت اركيتكتشر، سواء انتل او اي ام دي بلاتفورم. طيب محتاج قد ايه ميموري اعمل لها الوكيشن للسيرفر نفسه؟ مينيمم 4 جيجا رام بير سيرفر، يعني لو انا هنزل على السيرفر ده رول واحده يبقى محتاج لكل رول على السيرفر الواحد 4 جيجا رام. طيب لو انا هعمل كومبايننج لاكثر من رول على سيرفر واحد يبقى انا محتاج ايه؟ 8 جيجا رام. طيب نفترض ان انا عندي مين بوكس سيرفر احطه على عايز احط مين بوكس رول على سيرفر واحد، فطبعا محتاج اعمل ديديكيشن ل 4 جيجا رام للسيرفر ده لوحده. طيب المين بوكس سيرفر ده بيحصل له اجهاد، ليه؟ ان كل الناس بيعملوا عليه ايه؟ كونكت، فطبعا بيستخدم ريسورسز اعلى. طب قال لك عشان نحل المشكله دي اعمل ايه؟ قال لك اعمل الوكيشن من 2 ل 10 ميجا بير من بوكس. بمعنى لو انا عندي 200 يوزر انا اعمل لهم 200 من بوكس عندي على السيرفر ده، يبقى زائد ال 4 جيجا محتاج اعمل الوكيشن من 2 ل 10 ميجا لكل من بوكس. يبقى 200 من بوكس في 10 ميجا مثلا، يبقى انا كده ايه محتاج قد ايه؟ محتاج 2 جيجا اديشنال على ال 4 جيجا البيزكس بتاعتي. يبقى انا كده محتاج ايه؟ محتاج يبقى عندي سيرفر لي الوكيشن 6 جيجا رام. طب لو عندي 400 يوزر وانا هعملهم ايه الوكيشن من 2 ل 10 ميجا، نفترض 10 ميجا، يبقى انا محتاج ايه؟ محتاج 400 في 10 يبقى ايه؟ يبقى 4000، يبقى 4 جيجا زائد ال 4 جيجا البيزكس، يبقى انا محتاج ايه؟ 8 جيجا رام للسيرفر ده. اوكي؟ طيب محتاج قد ايه سبيس؟ طبعا كل ما يزيد السبيس عندي يبقى ده شيء مفضل. بمعنى طبعا ما ينفعش اعمل allocation للسبيس على قد القد، لا ما ينفعش، محتاج يبقى عندي سبيس زيادة، ويفضل يبقى عندك سنة ستورج عشان تقدر تعمل فيه تقاد لأكتر من هارد في أي وقت. لو السبيس بدأ يقل أزود أنا أكتر من هارد and so on. قال لك أنت محتاج 1.2 جيجا عشان الاكشينج ينزل، ولو انت هتنزل يو ام يبقى انت ايه محتاج اديشنال 500 ميجا. اوكي، ولو هتعمل كيو للداتابيز لو عندك ايج او عندك هاب حلو يبقى انت كمان ايه محتاج ايه 500 ميجا، يبقى انت محتاج افريج 2 جيجا ونص عشان الاكشينج ينزل فقط لا غير. طبعا كل لما ازود السبيس يبقى افضل بكتير. اوكي، كل ما زود ايه السبيس بيبقى اكتر بكتير. طيب مايكروسوفت عملت حاجه اسمها ايه اكتشينج تيم كالكوليتر. لو انت كده دخلت على www.microsoftexchangeteam.com اوكي، هو هيفتح لك شيت او اكسل، انت هتعمل فيدنج بداتا، هتقول له انا عندي كذا يوزر وانا عندي كذا 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 كذا، هو هيعمل لك كالكوليت للهاردوير ريكويرمنتس اللي انت ايه محتاجها عشان تبدا تنزل ايه تشتريها. اوكي، ولازم يبقى
الهاردوير ده يقدر ينزل عليه سيرفر 2008 او سيرفر 2008 R2، ويفضل يكون سيرفر 2008 R2 عشان ده ماتش مور كومباتبل مع الاكتشينج 2010. وقال لك برضو لو انت عايز تعمل فيرتشواليزيشن تكنولوجي عندك سواء بهايبر في او ب في موير، الاثنين ممكن يجوز معاك، اوكي. وده طبعا هيبقى يعني افضل ك كوست وايز يعني، طبعا حلو انك تعمل ايه، تبقى كل حاجه عندك فيرتشوال ماشي، كوست وايز ك هاردوير ارخص بكتير، اوكي، كلايسنس ارخص، فطبعا اصغر بكتير. وانا اشتغلت على هايبر في والفيموير اس اكس، اس اكس احسن بكتير وماتش مور ستيبل، اوكي، واسرع بكتير من الهايبر في، لكن الاثنين شغالين فانكشن زي الفل. طيب يبقى نعيد تاني، انا محتاج ايه هاردوير؟ محتاج 64 بت اركتكتر سواء انتل او اي ام دي بروسيسور. محتاج لو انا عندي سيرفر واحد عليه كل رو يعني رول سيبرت، محتاج لكل سيرفر 4 جيجا رام. لو انا هعمل كومباين اكتر من يعني اكتر من رول على سيرفر واحد، يبقى انا محتاج مينيمم 8 جيجا رام. للمين بوكس سيرفر رول انا محتاج اعمل الوكيت زياده او اديشنال من 2 ل 10 ميجا بير مين بوكس. السبيس يفضل يبقى انا عندي سنه ستورج عشان اقدر ازود له هارد سكات وسبيس، لكن لو انا ما عنديش سنه ستورج عشان اقدر انزل يا سبيس اسف اقدر انزل الديفولت اكسشينج انستليشن، محتاج افريج 2.5 جيجا طبعا زائد الداتابيز ستورج نفسها. محتاج يبقى انا اقدر ارن على الهاردوير ده ويندوز سيرفر 2008 او سيرفر 2008 R2. لو انا هفكر ان انا اعمل اقلب الدنيا عندي فيرتشوال، كود بي سواء على هايبر في او على في موير اس اكس، الاثنين يجوز. طب تعال معايا نروح للايه، طبعا زي ما انت شايف كده، لو انا هعمل الوكيشن للكورز نفسها، فده الجدول هو ايه، بيحدد كل رول عايز قد ايه كورس سواء مينيمم او ماكسيمم، سواء على سيبرت رولز او على كومباين رولز. تعالوا معايا نبص على الميموري ريكويرمنتس. لو انت شايف كده هتلاقي عندك ايه، المينيمم لكل رول سيبرت 4 جيجا طبعا ما عدا مين المين بوكس، المينيمم 4 جيجا ده البيزكس زائد من 2 ل 10 ميجا للايه من بوكس الواحد، اوكي، ده المينيمم. انما الريكومندد اللي هو من 3 ل 30 ميجا لكل ايه من بوكس. لو انا هعمل كومباين يبقى انا عايز 10 جيجا في ايه في اكتر من كده طبعا حسب الايه من بوكس. طيب تعالى معايا للسوفت وير، انا محتاج ايه سوفت وير؟ محتاج ان انا يبقى عندي 64 بت فيرجن. ليه؟ ان انا بطبيعه الحال عندي 64 بت هاردوير، يبقى انا ايه محتاج 64 بت سوفت وير فيرجن من سواء ويندوز سيرفر 2008 اس بي 2 ستاندرد اديشن او انتربرايز اديشن او 2008 R2 انتربرايز او ايه ستاندرد اديشن. طيب لو احنا فاكرين ان اول ما نزل 2008 نزل بفول فيرجن او بسيرفر كور فيرجن، فول فيرجن فيها كل حاجه، سيرفر كور بعمل لها مانجمنت ثرو كوماند لاين وفيها البيزك فيتشرز فقط لا غير، وما فيهاش جي او اي.
قال لك لا، الاكشينج لازم ينزل على فول فيرجن، ما ينفعش خالص سيرفر كور، ولازم ينزل على اي اديشن من الاربعه دول، يا اما 2008 ستاندرد اديشن اس بي 2، او 2008 انتربرايز اديشن اس بي 2، او 2008 ستاندرد اديشن ار 2، او انتربرايز اديشن ار 2. طيب انا ارجح لك ايه؟ ارجح لك ال 2008 انتربرايز ار 2. ليه؟ لحاجه واحده، الاكشينج اتنين اديشن نفسه، يعني انت لما بتروح ايه تشتري، بشتري حاجه من اتنين، يا اما ستاندرد اديشن او انتربرايز اديشن اكشينج. طيب الاثنين فيهم الهاي افابيليتي سولوشن، يعني انا ممكن اعمل افابيليتي سواء لو انا معايا الاكشينج ستاندرد اديشن او الانتربرايز اديشن، لكن عشان اعمل اصلا هاي افابيليتي انا محتاج الويندوز اللي انا منزل عليه الاكشينج يبقى عليه كلاستر في لوفر، او اقدر انزل عليه في لوفر كلاستر فيتشر. عشان انزل حاجه زي كده مش هلاقيها الا فين؟ الا في الانتربرايز ار 2. يبقى انا لو انا هفكر اعمل هاي افابيليتي على الاكشينج ميل بوكس سيرفرز او اي حاجه تانية، يبقى انا محتاج ايه؟ الويندوز اللي نازل يبقى انتربرايز اديشن، وانا ارشح لك الويندوز سيرفر 2008 انتربرايز ار 2 احسن بكتير من ال 2008 انتربرايز اديشن اس بي 2، دي فيها فيتشرز اعلى بكتير ومش مور ستيبل. طب لو انا عايز اعمل مانجمنت للاكشينج بتاعي سواء من على اي مكنه كلاينت او من على اي مكنه سيرفر، محتاج ايه؟ محتاج ماشين يبقى نازل عليه ويندوز سيرفر اس بي 2 او ار 2 او ويندوز كلاينت فيستا اس بي 2 او ويندوز 7. يبقى انا بالاربعه سوفت وير دول ممكن اعمل ايه؟ مانج او اقدر افتح الكونسول بتاع الاكشينج اللي على الاكشينج سيرفرز سواء بويندوز 7 او بفيستا اس بي 2 او ب 2008 اس بي 2 او بويندوز 2008 ار 2. يبقى معلش بعد اذنك انا هرجع تاني للسلايد اللي فاتت اللي هي دي، هقول تاني الهاردوير ريكويرمنت والسوفت وير ريكويرمنت. لازم يبقى عندي 64 بت اركتكتشر سواء انتل او ام دي، الميموري 4 جيجا لكل سيرفر لو انا عامل ايه سيبريشن لايه الرولز، لو انا هكومباين اكتر من رول يبقى انا محتاج ايه 8 جيجا رام. كل ده ابعد خالص عن ايه المين بوكس سيرفر، المين بوكس سيرفر ده ليه مواصفات خاصه، بحط له البيزك رام اللي هي 4 جيجا رام زائد من 2 ل 10 ميجا لكل ميل بوكس انا اعمل له كريشن عندي. السبيس افريج 2.5 جيجا. طبعا يستحسن يبقى عندي ايه؟ سان ستورج عشان اقدر ايه ازود ايه هاردات. ويكون يقبل ان هو يرن عليه الهاردوير ده 2008 سيرفر اس بي 2 او 2008 ار 2. وسواء هعمل الهاردوير ده فيرتشوال او فيزيكال الاثنين كان فيت. الاو اس بطبيعه الحال زي ما قلت انا عندي هاردوير 64 بت، يبقى انا محتاج ايه سوفت وير 64 بت، يا اما 2008 ستاندرد اديشن اس بي 2 او ار 2 او انتربرايز اديشن اس بي 2 او ار 2، وانا ارشح لك 2008 ار 2. اوكي، النسخه اللي نازله دي تبقى فول فيرجن، ما تبقاش ايه سيرفر كور. لو عايز اعمل مانجمنت عندي اربعه سوفت ويرز ممكن انزلهم على اي ماشين عشان اقدر اعمل مانجمنت للاكشينج سيرفرز اللي عندي سواء ويندوز 7 فيستا اس بي 2 سيرفر 2008 اس بي 2 او ار 2. انا بعيد عشان بس الايه المعلومه تثبت في دماغك والدنيا باذن الله تبقى سهل. طيب زي ما انا قلت الاكشينج
سيرفر لاتنين اديشن. بمعنى لو انا جيت قلت انا ايه، انا النهارده باذن الله هنزل اشتري اكتشينج، هتسال سؤال من الراجل اللي هو هيبيع لي الاكتشينج، حضرتك بعد اذنك عايز ستاندرد اديشن ولا عايز انتربرايز اديشن؟ طيب ايه الفرق بين الستاندرد اديشن والانتربرايز اديشن؟ اولا وانت جاي تعمل انستليشن، حلو، انت ممكن ايه ما تلمحش النسخه دي ستاندرد ولا انتربرايز، لكن وانت جاي بتدخل البرودكت كي هو هيقول لك ده انتربرايز ولا ده ايه اديشن ستاندرد اديشن. طيب ايه الفرق بين الاثنين؟ الفرق بينهم لو انا عندي ستاندرد اديشن ماكسيمم ممكن اعمل 5 داتابيزز على كل سيرفر ميل بوكس، انما انا لو عندي انتربرايز اديشن ممكن اعمل ايه اب تو ايه 100 داتابيز بير ميل بوكس سيرفر. طيب حطها لي كده بجملة ايه مفيده. نفترض انا عندي مثلا ايه في شركتي 10 ادارات، وانا عايز اعمل ميل بوكس داتابيز لكل واحده فيهم، يعني عايز اقول ايه اعمل سيلز داتابيز اكلت جواها ايه الميل بوكس بتاعت مين السيلز، عايز اعمل اتش ار اند سو اون. هبدا اعمل ايه اول داتابيز، الثانيه، الثالثه، الرابعه، الخامسه، السادسه، هيقول لي معلش انت شغال على ايه ستاندرد اديشن ماكسيمم ممكن تعمل ايه 5 داتابيز، يبقى انا عندي الظروف ما تسمحش، يبقى انا كده ايه هفكر في ايه في انتربرايز اديشن اللي هو ايه يعمل لي اكتر من 5 داتابيز. يبقى انا قبل ما انا افكر في قرار الشراء محتاج طبعا اعرف انا محتاج سواء اديشن ايه ستاندرد او انتربرايز. يبقى قلنا الفرق الجوهري بينهم ان هما ده ال اديشن اللي هي ستاندرد اديشن انت ممكن تعمل لحد 5 داتابيز بير سيرفر، انما الانتربرايز ممكن تعمل لحد ايه 100 داتابيز بير سيرفر. طيب لو انا بعمل داونلود للاكتشينج، بعمل داونلود للاكتشينج ولسه ما اشتريتوش، فهينزل ايه ترايل مود، الترايل دي ستاندرد ولا انتربرايز؟ لا، في الترايل مود طبعا ايه هينزلك الايه انتربرايز عشان ايه هتشوف كل الفيتشرز دي، ما هو برده هو ايه هو عايز يبيع. اوكي طيب ايه حكايه الكال؟ بسمع كلمه كال يجي يقول لك ايه طب انت عايز اديشن ستاندرد ولا انتربرايز؟ تقول له ايه الارخص، يقول لك ايه ستاندرد. طيب عايز معاها كام كال؟ ايه الكال دي؟ قال لك اي يوزر بيكونكت على الاكشينج محتاج لايسنس، وهي دي اللي احنا ايه بنسميها الكال. طبعا لو انا عندي اديشن ستاندرد يبقى محتاج ايه ستاندرد كال، ولو محتاج انتربرايز يبقى محتاج ايه انتربرايز كال. طبعا انا مش هخوض في يعني ايه موضوع اللايسنسنج ده لناسه والناس اللي هم ايه ده موضوع اداري بحت يعني. اوكي طيب البري ريكويزيتس للاكتشينج 2010، يبقى انا كده عرفت حاجتين وباقي ايه اخش في ثلاث حاجه. يبقى اول حاجه السيستم ريكويرمنتس اللي هي الهاردوير والسوفتوير، نعيد بسرعه كده نرجعهم مع بعض. الهاردوير 64 بت و4 جيجا رام لكل رول، اوكي، ولو انا عامل كومبينيشن لرولز مع بعض على نفس على نفس السيرفر يبقى انا محتاج 8 جيجا رام. الميل بوكس سيرفر ده بيبقى عايز اديشنال رام من 2 ل ايه ل 10 ميجا لكل ايه ميل بوكس، اوكي، محتاج 2.5 جيجا افريج سبيس عشان ينزل الاكتشينج. طبعا ال 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 داتابيز ستورج بتدبند على انا عندي كام ميل بوكس وحدي لكل واحد سايز قد ايه، وطبعا يفضل يبقى انا عندي ايه سنه ستورج عشان انا ايه اتحرك براحتي. اوكي طيب
ايه تاني؟ طبعا انا ايه هفكر ان اعمل كل جزء ده فيرتشوال ولا فيزيكال. طيب السوفت وير زي ما قلت من شويه كده محتاج يبقى 64 بت فول فيرجن، يا اما 8 ار 2 يا اما العادي اوكي، يا اما ستاندرد يا اما انتربرايز اس بي 2 او ار 2. وعشان اعمل مانجمنت لازم ويندوز 7 او فيستا اس بي 2 او 8 اس بي 2 او 8 ار 2. وطبعا لما هنزل هشتري الاكشينج برودكت هيقول لي ستاندرد ولا انتربرايز، ده 5 داتا بيس بالسيرفر وده 100 بير سيرفرز اوكي. البري ريكويزيتس للاكشينج 2010. في حاجتين مهمين جدا عايز اقولهم قبل البري ريكويزيتس. لازم عشان يبقى عندي اكشينج يبقى انا عندي اكتيف دايركتري انفايرمنت، ما ينفعش انزل اكشينج في ورك جروب انفايرمنت، ولازم يبقى عندي دي ان اس، يبقى لازم يبقى عندي في الانفايرمنت بتاعتي اكتيف دايركتري ودي ان اس، وهنتكلم ليه ليتر اون اما في اخر الفيديو ده او في اول الفيديو جاي باذن الله، هنشوف حسب بقى ايه ما احنا ماشيين بالسيكونس الطبيعي بتاعنا. طيب البري ريكويزيتس دي كلها سوفت وير سواء فيتشرز او رولز. طبعا احنا عارفين ان 2008 جه معاه حاجه اسمها سيرفر مانجر. سيرفر مانجر تعال نبص عليها اللي هي دي. بص عندي رولز وعندي فيتشرز حلو. طيب الاكشينج بيبقى محتاج بري ريكويزيتس، يعني انزل له رولز معينه وفيتشرز معينه. طب بناء على ايه؟ قال لك معلش هرجع تاني للسلايد. قال لك البري ريكويزيتس دي سواء فيتشرز او سواء رولز بتدبند على انت نوع الويندوز اللي هو نازل ايه، 2008 اس بي 2 ولا ار 2. لو اس بي 2 يعني هيبقى تعب سنه، لو ار 2 العمليه هتبقى سهله قوي. طيب انزل البري ريكويزيتس دي ازاي؟ يا اما بالسيرفر مانجر كونسول اللي احنا شفناه من شويه كده، اجي على الفيتشر اقول له انا عايز اد فيتشر اوكي واختارها كده مثلا سي او كده، اقول له نيكست او بالكوماند لاين ماشي. دي حلين. طيب اختار اني فيتشر فيهم بالظبط، اني فيتشرز في دول عندي كميه فيتشرز ما حصلتش، بص قد ايه، وكل واحده من دول تحتيها حاجات، اختار ايه؟ ما انا يعني ما انا ممكن اغلط. طيب احسن حل، عشان كده انا ايه كنت ايه بقول لك انا بنصحك بالويندوز سيرفر 2008 ار 2. ليه؟ طب تعالى معايا كمان شويه كده انا هوريك حاجه. طيب هو بيديك مثلا صغير بيقول لك لو انت هتنزل اليونيفايد كوميونيكيشن رول يبقى انت مثلا محتاج الديسكتوب اكسبيرينس فيتشر مثلا، هو بيديك مثلا صغير اوكي. طيب بص بيقول لك كلنسا يعني ايه بيقول لك ايه الميثودز للبري ريكويزيتس بلاننج بتديبند على مين؟ انت 2008 اس بي 2 ولا ار 2. لو انت 2008 اس بي 2 يبقى انت محتاج تنزل ايه؟ مايكروسوفت دوت نت فريم ورك 7.5 اس بي 1 دوت نت فريم ورك 7.5 فاميلي ابديت
ويندوز ريموت مانجمنت 2، الباور شيل فيرجن 2، الفلتر باك. اوكي، في سيرفيس اسمها دوت نت تي سي بي بورت شيرنج. السيرفيس دي بعد اذنك اعمل لها ستارت، والستارت يبقى ايه؟ اوتوماتيك. اوكي، لو انت بالكوماند لاين اكتب له داش اي بي اكشينج داش تيبيكال دوت اكس ام ال، تبدا تعمل ايه؟ انستليشن. ولو انت هتنزل الرول مثلا تكتب له ايه؟ سيرفر مانجر كوماند داش اي ديسكتوب داش اكسبيرينس. ده لو انت عندك 2008 اس بي 2. لو انت عندك ار 2 الدنيا اسهل بكتير من كده، اسهل جدا. اولا ال 2008 ار 2 بينزل معاه الباور شيل. حلو، انت كل اللي عايزه طبعا هنا انا 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 كاتب لك الكوماند انت ايه هتكتبه في الباور شيل، اللي هو ايه؟ انا عايز اد ويندوز فيتشر اللي هي ايه؟ دوت نت فريم ورك والار سات والاكتيف دايركتري دايركتري سيرفيسز والويب سيرفر رول، وهنزل الويب سيرفر رول وهيبقى بيزك اوثنتيكيشن ويب ويندوز اوثنتيكيشن اند سو اون. الحاجات دي كلها محتاجه انا ايه؟ اعمل عليها تشيك. حلو، والسيرفيس دي اللي احنا قلنا عليها اللي هي ايه؟ النت دوت نت تي سي بي بورت شيرنج، اعمل لها ايه؟ راننج واخليها ستارت اوتوماتيك. طب انا ممكن اغلط، ممكن انسى اكتب حاجه من دول. بص الصفحه دي تك نت بتاع مايكروسوفت، طب نخش على النت ونبص. انا فتحت جوجل فهقول له حاجه حلوه قوي، هقول له انا عايز اعمل انستول لل اكشينج 2010 اس بي 1 اون ويندوز سيرفر 2008 ار 2. اوكي، كانك بتسيرش عادي في ايه؟ جوجل، وقول له انتر. حلو، هو هيجيب لي حبه سيرش، حبه صفح، حاجه على ايه؟ الصفحه بتاعت مايكروسوفت نفسها اللي هي سوشيال دوت تك نت دوت مايكروسوفت دوت ايه دوت كوم. هيقول له انا عايز افتح الصفحه دي اللي هو ايه؟ ويندوز سيرفر 2008 ار 2 اس بي 1 واكشينج 2010 اس بي 1. هيدخلني على الصفحه بتاعت ايه؟ الاكشينج سيرفر انستليشن. لا اسف، مش دي، معلش انا هفتح صفحه ثانيه، هقول له جوجل انستول اكشينج 2010 اس بي 1 اون ويندوز سيرفر ار 2 ايوه اكشينج 2010 بري ريكويزيتس. هو بس بيلود بطيء سنه. عشان كده انا كل مره اقول لك ايه؟ برشح لك الويندوز سيرفر 2008 ار 2. ليه؟ سهل جدا. خد بالك من حاجه، معلش
مكنة الاكتشينج اهي او دي مكنة الدومين مش فارقة معايا. خد بالك ان هنا في ايه؟ باور شيل باي ديفولت نازل مع ايه؟ مع الويندوز. لو فتحته هيوقفني على ايه؟ الباور شيل. طيب هروح تاني للانترنت. بص يقول لك ايه؟ اكتشينج 2010 بري ريكويزيتس. انزل سيبنا كده. معلش هضطر اكبر دي شويه. بيقول لك انت عايز تنزل اكتشينج 2010 اس بي 1 هوت فيكسز لل 2008 اس بي 2 ولا هوت فيكسز بتاعت الار 2 ولا انت عايز تنزل اكتشينج 2010 اس بي 1 هوت فيكسز عشان ويندوز 7؟ لا انا اهم حاجه عندي ايه؟ انستول ويندوز سيرفر 2008 اس بي 2 او اس بري ريكويزيتس و2008 ار 2 بري ريكويزيتس. انا عايز الار 2. هنزل كده هقول لك بعد اذنك. بص بقى ده اهم حاجه في الاكشينج انستريشن. بيقول لك ايه؟ انت لو عندك السيرفر بيهوست الهاب او الميل بوكس سيرفر بعد اذنك نزل ايه؟ المايكروسوفت فلتر باك. لو انت عندك اكتشينج 2010 بس مش اس بي 1 هتيجي على ايه؟ الفلتر باك تقول له اوكي وتعمل لها داونلود. هنشوف منين؟ معلش بطيء سنة بس الانترنت. ليش هنضطر نستحمله؟ معلش انا هضطر اقفل الصفحة دي وافتحها تاني. اهو الفلتر باك ده فايل صغير طبعا على 64 بت 4 ميجا. اعمله داونلود واعمل له انستليشن على مكنه الايه الاكتشينج اللي هي هينزل عليها الهب او الميل بوكس سيرفر. ولو انا عندي اكتشينج لو انا هنزل اكتشينج اس بي 1 مش هستخدم الفلتر باك العادي، لا انا هستخدم الفلتر باك بتاع اس بي 1. ده فايل صغير انا بس ايه بنزله. اوكي طيب قال لك تعمل ايه بعد كده؟ هتيجي هتفتح الباور شيل من اول بروجرامز اكسسوارز ويندوز باور شيل وتكتب ايه الامر ده. طب اللي هو اسهل منه انا ممكن اكابي الكود ده اقول له allow access واروح للماشين اقول له بيست اقول له انتر. ارجع تاني للانترنت للسايت. بص هو بقى الجمال فيه بيقول لك ايه؟ دي الفيتشرز اللي انا هنزلها. امتى؟ لو انا هعمل تيبيكال انستليشن يعني كاس وهب وميل بوكس انا هكوبي الكود ده واروح كوبي كود ده واروح على مين؟ على مكنه الاكشينج اللي انا هنزل عليها. اسف انا طبعا ما عملتش كوبي للكود اهو. هروح على مكنه الاكشينج واعمل كوبي للكود هدوس بس هنا في الاي باور شيل بعد كده اقول له انتر. طبعا ايه ده هينزل لي الفيتشرز او هيعمل لي تشيك على الرولز والفيتشرز بدل ما انا ايه اخش على السيرفر مانجر ده واقعد انا اختار. لا هو هينزلها لي باي ديفولت وكده يعمل لي في الاخر ايه ريستارت. طبعا انا ايه مش عايز كده. اوكي طيب ايه تاني؟ لو انا مش عامل تيبيكال انستليشن
يبدا يقول لك ايه لو انت عايز تعمل بقى كاس وهب وميل بوكس وهتزود عليهم الايه اليو ام كابي كود ده بدل اللي فوق. طب لو انا مش هعمل انا هعمل بقى ايه كومباينيشن الكاس والهب يبقى اختار الكود ده. طب لو انا هعمل الهب والميل بوكس مش عايز الكاس يبقى اختار ايه الكود ده. لو انا هعمل الكاس ومعاه الميل بوكس الايه الكود ده. لو انا هعمل الكاس لوحده الكود ده. لو انا هعمل الهب مع الميل بوكس الكود ده. لو انا هعمل اليو ام لوحده لو 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 انا هعمل اللي هو الايدج ترانسبورت لوحده اختار الكود ده. يبقى ده اسهل بكتير من ان انا اعمل ايه اخش افتح سيبر مانجر واقعد اخش في الرولز واخش في الـ في الايه في الـ في الفيتشرز واقعد اقول له ايه اد رولز واختار ده وانسى حاجه واعمل كذا. لا يبقى انا هعمل ايه كل اللي انا هعمله هخش على التك نت هقول له انا عايز اعمل ايه انستول للاكشينج على ويندوز سيرفر 2008 R2 اوكي هو هيفتح لي الصفحه دي. انا كل اللي انا ايه هعمله هنزل الايه ال ويندوز سيرفر 2008 R2 بري ريكويزيتس. كل اللي انا هعمله انا هفتح الباور شيل حلو وهبدا هعمل ايه هكتب الكود او انا هعمل كوبي الكود واجي هنا ايه اعمل له بيست كده اعمل ايه انتر هو لوحده هلاقي فجاه الوضع كالتالي زي كده بالظبط. دي مكنه الايه اكستشينج اللي احنا باذن الله هنشغل ايه عليها. انا طبعا سبقت ونزلت كل الايه الويندوز سيرفر 2008 بري ريكويزيتس. بص هتلاقي هنا عمل لي ايه افتح فيتشرز بص هنا في الفيتشرز هنا ستيل زيرو فيتشرز يبقى حلو. انا ممكن ايه نعملها دلوقتي حالا معاكم ونبص عليها. انا كنت فاكر ان انا كنت عملتها من شويه. طيب حلو جدا ان احنا عاملين كده. طيب انا على المكنه دي هنزل ايه هنزل تيبيكال انستليشن كاس وهب وايه ميل بوكس. طيب محتاج اعمل ايه محتاج كالتالي محتاج اجي هنا كده واقول له كوبي كود واجي على باور شيل معلش انا هضطر اعيدها تاني. وبرمز اكسسوارز باور شيل وينز باور شيل ممكن ناخد كده اللي هو بيحب يهزر معايا او امبورت مانجر واجي ده التيبيكال انستليشن اقول له كوبي كود نجرب كده مش عايز برضو ممكن اعمل حاجه تانية كوبي واروح على مكنة الاكتشينج هو مصر برضو يهزر معايا
معلش اهو واقول له ايه انتر. لو انت خدت بالك مفيش ولا فيتشر ولا رول، هو بدأ يعمل ايه انستليشن. دي اسهل حاجه ان انا اقدر انزل البري ريكويزيتس بتاعت 2008 طبعا، زائد ان انا محتاج انزل الاوفيس فلتر ومحتاج انزل الاس بي 1 هوت فيكسز بتاعت الاكتشينج على الار 2. بص عليها كده، هي حبه ابديتس ابديت وتخش اند سو اون، تخش تحمل السوفت ويرز دي كلها هوت فيكسز، خش هاتها ونزلها على مكنه الايه الاكتشينج. اوكي، هو بدا يعمل انستليشن للرولز والفيتشرز اللي هي انا محتاجها اللي هي بري ريكويزيتس. فانا عامل بوز بس للفيديو، اول لما يخلص هبقى معاكم تاني. اهو الجهاز قام بعد الريستارت، دخل الباسورد بتاعي طبعا، دي انا عامل خلفية بحيث بس ايه يعرض لي اسم الجهاز الاسابيب بتاعه في اي دومين، اللوج سيرفر ايه، كام ميموري عليه ويندوز ايه، ومين اللي هو ايه عامل لوجن حالا. ده سوفت وير صغير كده هبقول لكم عليه بعد كده. طيب هفتح سيرفر مانجر، هلاقي ايه ان هو نزل لي باي ديفولت ايه الرول اسمها ويب سيرفر اي اس. طب لو انت عايز تبص عليها طبعا كان مطلوب مننا ان احنا نقعد نعمل تشيك على كل واحده من دول. تخيل بقى الكود اللي احنا كتبناه ده او احنا خدناه كوبي بيست، هو لوحده نزل الرول دي وعلم على ايه الحاجات دي لوحده من غير تعب. لكن لو انت عندك، لو انت منزل ويندوز سيرفر 2008 اس بي 2، هتضطر غصب عنك تعمل ايه، تخش انت تتعلم على ايه واحده واحده من دول. طيب الفيتشرز عامل ايه في الفيتشرز؟ بص نزل كام فيتشر، الحاجات دي اللي هي ايه متعلم عليها دي هو نزلها عشان ايه ينزل اكتشينج من غير ما انا ايه يبقى ليا فيها دخل. طيب يتبقى لي حاجة، هخش على السيرفيسز زي ما انا قلت، نرجع بس للسلايد. ويندوز ار 2 انا لسه هنزل الفلتر باك. انا كل اللي عملته فتحت الباور شيل، عملت امبورت موديول سيرفر مانجر، عملت كوبي كود وهتعملها، وهتعمل ايه الكوماند ده. طبعا كل رول للكود بتاعه. اوكي، يتبقى لي في السلايد دي ان انا اعمل اول حاجه اللي هو لو هاب او ميل بوكس محتاج انزل الفلتر باك، واعمل السيرفيس دي اخليها ستارت تايب اوتوماتيك بتاعها. اوكي، هروح للاكتشينج سيرفر اللي انا هنزل عليه تيبيكال انستليشن،
اوكي وعايز اللي هو ستيب اسمها دوت نت اهي هي باي ديفولت ستارتد مانيوال لا معلش خليها ايه ستارت اوتوماتيك ابلاي اوكي كلوز كلوز انا عملت ايه انا جبت كل الهوت فيكسز اللي كان قايل هو عليها والفلتر باك ورحت حطيتها في فولدر اسمه اكتشينج 2010 بري ريكويزيتس الفلتر باك اهو سوفت وير عادي بعمل له انستليشن دي كلها في الاخر بري ريكويزيتس طبعا هرنهم كده بالترتيب فمعلش انا هبوظ الفيديو بعد لما احمل الخمس ستة دول هرجع تاني اعمل ايه ريزيوم للفيديو ريكوردينج رجعت تاني معاكم اهو بعد لما حملت كل ال hot fixes دي اوكي اللي انا جبتها من على نفس السايت اهو هي دي وخلصت خلاص نزلت الفلتر باك وحملته وعملت الكوبي كود بتاع ان انا افتح السيرفر مانجر اعمل فيه امبورت واحط كود بتاع التيبيكال انستليشن واخر حاجه ان انا اخلي الدوت نت تي سي بي بورت شيرنج سيرفيس ستارتنج واوتوماتيك يبقى انا كده الحمد لله قدرت اعمل كذا حاجه قدرت اتعرف على السوفت وير ريكويرمنت والهاردوير ريكويرمنت والسيرفر 2008 R2 بري ريكويزيتس اوكي طبعا انا كذا مره اقول لك انا بنصحك بالار 2 احسن بكتير من 2008 اس بي 2 ليه ان هي سهل نمره واحد فيها فيتشرز جديده اوكي نمره اتنين التعامل معاها مع الاكشن سيرفر سهل جدا زي ما قلت لك خش على جوجل اكتب له بس انا عايز اعمل ايه انستول اكشنج سيرفر 2010 اس بي 1 على ويندوز سيرفر 2008 ار 2 هيفتح لك التك نت اوكي هتلاقي فيها الكودز اعمل لها كوبي وبيست ونزل الهوت فيكسز والفلتر باك وروح اعمل ايه ستارت للايه للنت تي سي بي بورت شيرنج واعمل لها ايه اوتوماتيك يبقى انت كده خلصت البري ريكويزيتس كلها طيب تعال نروح لموضوع تاني سريع دي صفحه انا كنت ايه فاتحها على الانترنت دي صوره منها طيب محتاج قبل ما انزل اكشينج اعمل حاجه اسمها بريباريشن للسكيما وللدومين اول حاجه يعني سكيما سكيما هي التمبلت بمعنى نفترض ان مثلا حضرتك عايز تعمل كريشن لاي يوزر في الاكتيف اي دايركتوري بتعمل ايه بتفتح اكتف دايركتري يوزر اند كمبيوتر تيجي على الدومين فوق رايت كليك نيو يوزر يفتح لك ايه اليوزر تمبلت صح فلما يفتح لك يديك ايه حبه اتريبيوتس وانت تحط جنبيها فاليوز زي
ال first name, last name, الايميل, الموبايل, السيتي, الديستريكت, and so on. انت تملى values في الاخر يطلع لك مين؟ يوزر اسمه هيثم. يبقى ال object class اللي هو اليوزرز والاتريبيوت بتاعته دي كلها احنا بنسميها السكيما. يعني انا عندي ستامبا او تمبلت لليوزر, وعندي تمبلت للكمبيوتر, وعندي تمبلت للجروب, وعندي تمبلت للبرينتر. كل تمبلت من دول ليها اتريبيوتس. انا لما املى الفاليوز دي بيطلع لي جهاز اسمه بي سي 1, يطلع لي يوزر اسمه كذا, يطلع لي مش برينتر اسمه كذا. دي ازي هول اسمها ايه؟ السكيما. طب لما اجي بنزل اكسشينج, يفترض ان ايه الاكسشينج هو نازل بيعمل ابديت للسكيما, او يعني بمعنى صح بيعمل اكستند للسكيما, بينزل حبه اتريبيوتس خاصه بيه هو. يبقى انا محتاج اعمل ايه؟ اعمل اكستند للسكيما. محتاج اعمل ايه؟ بريباريشن للاكتيف ايه دايركتري والسكيما. طيب اعمل ازاي ابديت للسكيما بتاعتي وللاكتيف دايركتري بتاعي؟ قال لك انت هترن كذا كوماند, هنبص عليهم دلوقتي لايف. حلو, هما دول هيعملوا لك بريباريشن للسكيما بتاعتك وللاكتيف دايركتري بتاعك. طيب نبدا الاول بالسكيما. هعمل ايه؟ هاجي اعمل setup slash prepare legacy exchange permission. امتى بعمل او بكتب الكوماند لاين ده؟ بكتبه لما يبقى عندي exchange قديم في نفس الانفايرومنت. يعني انا هنزل exchange 2010 وعندي في الانفايرومنت already exist 2003 او 2007, يبقى مضطر اعمل ايه؟ الكوماند لاين ده اللي هو setup switch prepare legacy exchange permission, او اختصاره setup slash bl. طيب او اعمل setup switch prepare schema. لو انا هنزل new installation وانا already ما عنديش اسمه ده ما عنديش exchange environment already exist, بعمل setup switch prepare schema. دي بتعمل ايه؟ ال exchange نفسه بينزل additional attributes خاصة بي جوه ال active directory schema partition, وهنتعرض ليها كمان شوية. او اكتب setup switch ps اللي هي prepare schema. طيب واحد يسألك سؤال يقول لك بعد اذنك, مين هيمانج الاكتشينج؟ هل هو واحد بس ولا اكتر من واحد؟ قال لك في الحاله دي يبقى انت محتاج تعمل ايه؟ تعمل بريبريشن للايه؟ للاكتف دايركتري. طب ايه الفايده منها لما اعمل ايه؟ سيت اب بريبير اكتف دايركتري. لما تعمل حاجه زي كده هو هينزل لك في الاكتف دايركتري الجروبس اللي هي مسؤوله ان هي تعمل مانجمنت للاكتشينج. يبقى انا دلوقتي بعمل ابديت للايه؟ السكيما عن طريق كذا كومنت. لو عندي اكتشينج قديم اوريدي اكزيست بعمل بريبير ليجاسي اكتشينج بيرميشن. لو انا هعمل بريبير للسكيما عادي يبقى هكتب ايه؟ سويتش بريبير سكيما. لو انا عايز اعرف او عايز انزل او عايز اظهر الناس اللي هم هيمانجوا الاكتشينج يبقى لازم اعمل ايه؟ بريبير اكتف دايركتري. اوكي, يبقى لازما ولا بد اعمل بريبير للاكتف دايركتري. يعني ايه بريبريشن باختصار؟ انا بهيئ الدومين بتاعي او الفورس بتاعتي ان في اكتشينج نازل. طب
طب دي معناها ايه؟ اقول له يا اكتف دايركتوري بعد اذنك انا عايز اعمل ايه بريبير للسكيما، انا عايز اضيف اتريبيوتس جديده جوه الاكتف دايركتوري سكيما بارتيشن. ايه تاني؟ انا عايز انزل في الاكتف دايركتوري اليوزرز او الجروبس اللي هي مسؤوله ان هي تعمل مانجمنت للايه اكستشينج. دي هي اللي ايه بريبير اكتف دايركتوري. طيب لو انا نسيت اعمل بريبير سكيما وعملت بريبير اكتف دايركتوري، بريبير اكتف دايركتوري تجوب كل اللي فوقيها. يعني لو انا عملتها من غير ما اعمل سكيما هي باي ديفولت هتعمل ايه بريبير للايه للسكيما باي ديفولت. يبقى انا احسن لي اعمل على طول ايه بريبير اكتف دايركتوري وده يجوب كل ايه اللي فوقيه. طيب اعمل ازاي بريبير للدومين؟ هاجي اعمل سيت اب بريبير دومين. طب لو عندي اكتر من دومين ممكن اقول له ايه سيت اب بريبير دومين واكتب له ايه الفول كواليفايد دومين بتاع اسم ايه الدومين. او لو انا عايز اعمل بريبريشن لكل الدومينز جوه الفورس دي بكتب له سيت اب بريبير اول دومينز. وانا جايب لك الكوماند اللي هو ايه سيت اب سويتش بريبير اكتف دايركتوري وهو ايه بكتب له اسم الاكتشينج اورجانيزيشن. ده اسم ملوش صفه لكن انا ايه بعرف ان الاكتشينج اللي هو نازل ده كله هيبقى تحت اسم هيثم شرف، تحت اسم بيبسي، تحت اسم فودافون، تحت اسم رايا. اوكي طيب نروح نعمل بريبريشن قبل ما نخش في الحلقه الجايه باذن الله. انا طبعا عشان اعمل بريبريشن احط اسطوانه الاكتشينج اهي، هاجي في الرن اقول له دي هقول له سيت اب سويتش بريبير اكتف دايركتوري سويتش organization name هسميها ايه هيثم شرف. قبل ما ادوس انتر عايز بس معلش اروح للايه للدومين كنترولر نفسه اللي هو ده دي سي 1. هفتح Active Directory User and Computer بص ده الدومين بتاعي اسمه HS طبعا اختصار هيثم شرف دوت كوم. الدومين جواه ايه؟ كونتينر اسمه بيلت ان كمبيوترز دومين كنترولر الفورن سكيورتي برنسبلز مانجد سيرفيس اكونت اليوزرز. دول كلهم بيلت ان كونتينرز. في اي حاجه خاصه بالاكشينج؟ لحد دلوقتي ما فيش. طيب انا برضو برجع اقول لك اهو انا بعمل ليه بريبير للسكيما وبريبير ليه للاكتيف دايركتري. بعمل بريبير للسكيما عشان ايه؟ عشان كالتالي، عشان الاكشنج هو نازل بينزل اتريبيوتس بيعمل بيها اكستند للسكيما، بيوسع السكيما، بيحط اتريبيوتس خاصه بيه هو
جوه السكيما بارتيشن بتاعت اكتف اكتف ايه دايركتري. طب بعمل ليه بريبير للاكتف دايركتري؟ عشان هنا يحط لي الناس اللي هي مسؤوله عن الاكتشينج اللي هي هتمانج الايه اكتشينج. يعني انا بعد لما اعمل بريبريشن للاكتف دايركتري هنا يفترض ان انا هلاقي ايه كونتينر خاص بالاكتشينج. تعالوا نعمل اول بريبريشن ونرجع نبص على الاكتف دايركتري بقى شكله عامل ازاي. هروح للاكتشينج، انا كنت واقف على ايه الكوماند، هقول له انتر. طبعا لو في اي حرف غلط مش هيشتغل معاك. هو بدا ينزل فايلز ستاف فايلز. هو كده نزل فايلز دلوقتي باذن الله هيبدا يعمل ايه بريبير للاكتف ايه دايركتري. هنبص كده مع بعض هيعمل ايه. طبعا لو اي حرف غلط مش هيشتغل معاك. يبقى انا هنا عملت ايه، انا عملت بريبير للاكتف دايركتري وده بيجب السكيما. هياخد بس وقت، اهو بدا يعمل ايه، يبص على الايه الاكتشينج سيرفر بري ريكويست تشيك. هو اول حاجه بص قال لك ايه نو سيرفر رولز ويل بي انستولد. هو ما فيش اي حاجه انا قلت له ولا نزل لي هاب ولا ميل بوكس ولا كاش ولا كل الكلام ده، لا هو بدا يعمل ايه اورجانيزيشن تشيكس. بدا يعمل بريبير للاكتف دايركتري نفسه. طبعا هياخد وقت 15 دقايق كده. اوكي انا بعد هعمل بوز للفيديو وارجع تاني بعد ما هو يخلص، وبرده هوريك بعديها هوريك هو عمل ايه في الاكتف دايركتري. محتاج ابص هو عمل ايه في الاكتف دايركتري عشان اشوف هو يعني ايه بريباريشن. اوكي هعمل بوز وارجع اكتب. هو ستيل شغال اهو. بص بيقول لك ايه سيت اب از جوينج تو بريبير ذا اورجانيزيشن فور اكسشينج 2010 باي يوزنج سيت اب سويتش بريبير Active Directory. قال لك no exchange 2007 rules have been detected. ما فيش، هو بص ما لقاش اي exchange خالص ولا اي topology خاصة بالexchange خالص. قال لك خلي بالك ان اللي بعد كده انت ما ينفعش تنزل ولا exchange 2003 ولا 2007. يبقى بعد كده عشان تنزل حاجة لازم تبقى ايه 2010 فقط لا غير. فده تحذير منه. اوكي هو ستيل بيعمل ايه بريباريشن. انا الغرض ان انا اوريك الجزئيه دي ان اوريك في الاكتف دايركتري هو عمل ايه. طيب لحد لما هو يخلص هنرجع شويه ايه اللي حصل. نمره واحد في الحلقه دي انا اتعرفت على الهاردوير والسوفتوير ريكويرمنتس. الهاردوير مع بعض كده نفتكر لازم يبقى 64 بت والرامات 4 جيجا للسيرفر واحد ونازل عليه رول واحد، ولو
كومباينيشن مينيمم 8 جيجا، وال ميل بوكس ده بيبقى مختلف شويه، بيبقى عايز اديشنال رام من 2 ل 10 ميجا مينيمم لكل ميل بوكس، ومحتاج افريج 2.5 جيجا ستورج او سبيس عشان يكفي الاكتشينج انستليشن واليو ام والايج او الهاب كيو. طيب وطبعا انا ممكن اشتغل فيزيكال او اشتغل فيرتشوال، فيزيكال على ماشينز لايف او فيرتشوال ثرو هايبر في او ثرو في ام وير اس اكس او اي منتج تاني. طيب السوفت وير محتاج ايه؟ السوفت وير محتاج فول فيرجن 64 بت، يا اما 2008 اس بي 2 او ار 2 يا ستاندرد يا اما ايه انتربرايز. انا برشح لك الايه انتربرايز عشان هي ال ويندوز فيرجن دي فيها ان انا ممكن اعمل فلوفر كلاستر، يبقى في الاكشينج لو انا عايز استخدم الهاي افيلابيلتي سوليوشن لازم يكون الاكشينج نازل على ويندوز سيرفر انتربرايز اديشن سواء 2008 ار 2 او اس بي 2. ايه تاني سوفت وير؟ طبعا يبقى انا عندي ايه بري ريكويزيتس، اجيبها منين؟ طبعا لو عندي اس بي 2008 اس بي 2 يبقى انا اخش اشوف ايه البري ريكويزيتس الرولز والفيشرز اللي انا محتاج اعمل لهم تشيك وانزلهم اوكي من على السايت بتاع مثلا مايكروسوفت او اسمه ده من السلايدز اللي انا ايه اتعملها لك. هتلاقي انت محتاج 1 2 3. الحل الثاني لو انا عندي ويندوز 2008 ار 2 اخش على جوجل او على تيك نت وافتح الاكشينج 2010 سايت، هيقول لي انت عايز تنزل ايه وانا هقول لك ايه الايه بري ريكويزيتس. والويندوز سيرفر 2008 ار 2 باي ديفولت نازل معاه الايه الباور شيل، اعمل كوبي كود وروح اعمل بيست في الايه باور شيل اوكي. طيب ايه تاني خدنا برضو ان انا عندي تو فيرجنز من الاكشينج ستاندرد اديشن والانتربرايز اديشن. الستاندرد ممكن اعمل بيها ماكسيمم 5 داتابيس بير سيرفر، انما الانتربرايز ممكن اعمل بيها ايه 100 داتابيس بير سيرفر اوكي. اخر حاجه اتكلمنا فيها واللي احنا شغالين فيها حاليا ان انا لازم اعمل بريبريشن للسكيما، معناها ايه ان انا بعمل اكستند للسكيما. الاكشينج باي ديفولت وهو جاي ينزل بيحط اكشينج اتريبيوتس جوه الاكتيف دايركتوري، دي اسمها ايه اكستند للسكيما او بريبير للسكيما. ايه تاني بعمل بريبير للاكتيف دايركتوري، معناها ايه ان انا بروح للاكتيف دايركتوري بقول له خلي بالك في ناس هيمانجوا الاكشينج، هما مين؟ 1 2 3 حطهم عندك. انا اب تل ناو ما نزلتش خالص اكشينج ولا عملت اكشينج سيت اب، انا كل اللي عملته بريباريشن للاكتيف دايركتوري والسكيما فقط لا غير. ولو انا عملت بريبير للاكتيف دايركتوري قبل لما اعمل بريبير للسكيما هو باي ديفولت هيجوب بالسكيما ويعملها، هو خلاص اهو قدامه 1% ويخلص. هانت كده خلاص كومبليتد وراح قافل. هروح على الماشين بتاعت ايه الاكتيف دايركتوري اهي ستارت اكتيف دايركتوري يوزر اند كمبيوتر، كنت انا فاتحها من شويه كده
وبصيت لقيت الديفولت كونتينرز ايه اللي زاد؟ بقى عندي كونتينر اسمه مايكروسوفت اكشينج سيكيورتي جروبس، ما كانش موجود. اتوجد امتى؟ اتوجد بعد لما انا عملت ايه؟ بريبير للاكتف دايركتري. ادوس عليه. هي دي الجروبس اللي هي من حقها تمانج الاكتشينج سيرفر، وكل جروب من دول ليها صلاحيات معينه وليميتس معينه. اوكي، وبكده يبقى احنا خلصنا الحلقه بتاعت سيستم ريكويرمنتس اند بري ريكويزيتس، وشكرا.